وفي ولاية العصبة أطلقت الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير من مدينة بومديدة عملية تشجير واسعة تهدف إلى الحفاظ على الوسط البيئي. وقد تخلل هذه العملية اجتماع مع سكان القرى التابعة للبلدية بغية تعبئتهم حول أهمية الغطاء النباتي في التنمية المحلية. من سد مدينة بومديل بولاية العصابة، أطلقت الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير عملية تشجير واسعة تهدف من خلالها للمحافظة على الوسط البيئي من التدهور ومحاربة زحف الرمال الذي بات يهدد بشكل كبير المساحات الزراعية. 100 هكتار هي المساحة المستهدفة بالتشجير المباشر من قبل الوكالة، ما سيوفر عشرات فرص العمل لسكان الأرياف. في اطار برنامجنا اللي استمر لشهر اغسطس كامل، بادئين هذه الحملات الغرس الاشجار. الحمد لله اللي تعرفوا هون في مقاطعه في ولايه العصابه عندنا مشاتل في الوقت المناسب لهذه الاشجار دي، وانتجنا حوالي 88 الف شجره على مستوى الولايه، وذيك الايه تمكننا تقريبا من غرس قريب من 200 هكتار. هاي مولي الحملة اللي نتباكي معاها، ما هي إلا حملة الغرس، حملة حماية، حملة تعبئة من أجل إياك الناس كاملة تشارك في هذا الجهد الوطني المهم. البعد التنموي كان حاضرا في تدخلات الوكالة في مقاطعة بومديد إلى جانب حملة تثبيت الرمال. فيما يخص ولاية الأصابع، فقد تم استصلاح وتأهيل ما يقارب حوالي 500 هكتار، بالإضافة إلى بعض المشاريع التنموية المضرة للدخل. وتتوسع هذه التدخلات على مستوى بلدية بومديل على النحو التالي: تمويل 5 مزارع نموذجية مكتملة، وتستقطب هذه المشاريع عدد كبير من التكتل التعاونيات الهشة التي استفادت بشكل مباشر من هذه التدخلات. خلال السنوات الماضية تمكنت الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير من تأهيل 14 مزرعة نموذجية متكاملة في ولاية العصابة، كما أن العمل جاري حاليا لبذل 400 هكتار بشكل مباشر بالأشجار المحلية كخطة تنموية للمحافظة على الوسط البيئي المهدد بالتدهور. تالي الصادق، قناة موريتانيا، مدينة بومديد.